خير باليوم الثالث، بتمنى تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا هذا الفيديو. اليوم الفيديو مختلف شوي. هلا بعرف انه هي كلها طلعات ودخلات وكذا عم بعمل لكم اياها، بس هو تعرف على مدينه جديده واسواقها وهالقصص كلياتها، وبنفس الوقت عم نكتشف مدينه سوا مع بعض. مثل ما قلت لكم انا واهلي ما بنقعد بالبيت ابدا. اليوم باليوم الثالث هلا اهلي عم بيفطروا، انا هربت على البرندة الثانيه وحطيت فطوري. على فكره بالاسبوع الثالث مشان هيك احمسكم قبل ما اشارك معكم النظام الغذائي، الطبيبه التغذيه اضافت لي فواكه بكميه منيحه الحمد لله، فمخلي الدايت كتير ممتع. فهلا فطوري هو فواكه وكاسه الشاي. هلا رح افطر وبعدين رح ننزل على البازار مرسين. بازار مرسين من اكثر البازارات المميزه واللي فيه شغلات بتعقد. يعني انا اذا بدي اجي لعند اهلي بحبك جيتي لعندهم بحيث يكون ضمن يوم الثلاثاء، يعني يوم الثلاثاء موجود بسفرتي حتى اقدر اروح على هذا البازار. اللي عايش بمرسين احكوا لي بتحبوا البازار يوم الثلاثاء ولا لا. بازار التركي بشكل عام كلياتها حلوه وكلياتها اسعارها رائعه وفيها شغلات لقطه يعني شغلات مميزه بسعر رخيص. فخليكم معنا وخلنا نشوف الفيديو للآخر. هلا وصلنا على البازار. عن جد هالبازار يعتبر كثير كبير، شايفين هذا اول شارع وهذا ثاني شارع ممدود هيك بالطول من هون لهون. بصراحة هدول الحمامات الصيفية اخذة منهم بياخذوا العقل، منظرهم حلو ورسماتهم حلوة والوانهم حلوة سعرهم كتير رخيص. شوفوا هذا اللون قديش حلو، هاد كله كفر ليل التخت وهيك، يعني هون ارخص شي. يعني سمعتهم حلو خاصة كبرات التخت وهيك، عفوا كبرات المخدات وهدول كثير بحب اخذهم من هون. على هذا القرطي الذهبي موجود عندي بغرفة الضيوف، موجود منه بالبازارات كل الألوان ورسمات مختلفة. يعني هلا هون ما لقيت لون ذهبي، بس في عنده كتير قراتي حلوة سعرهم بيغرى. بتذكروا هاد بحلب كلياتنا كان عنا منه. البازار اكثر شغله بحب اخذ هون الاكسسوار لانه رخيص كثير كثير. شوفوا هلا هاد النحله، النحله طالعه كثير موضه، حلاقهم حلوين وببقى عن جد عن جد سعرهم كثير رخيص. يعني بتشوفوا نفسهم بالمحلات اللي ثقيله اغلى اضعاف السعر. شوفوا هلا هاد احلى قسم المخدات. هلا الكواليتي تبعيتهم ما شفت انه منيحه كثير. بنار نتانه سنه كدر 5 ليرات، يعني شوفوا انا اخذتهم ب 10 بس نوعيه كثير مختلفه. يعني الغسيل هدول ما بعرف كيف
او انه على الشمس بيروح لونهم هيك، بس رسماتهم كتير حلوة. شايفين مع احلاهم خاصة هذول ملونين بغير في القلب. على قسم المطبخ شايفين هدول محلات اللي بعملكم فيهم جولات، نفس البضاعة كمان ارخص لسا بس مو انه بكتير. بتفرق بس الاسعار بالنسبة للفناجين، او هدول نفس الفناجين اللي عندي. شايفين يعني بتلاقوهم بالمحلات اللي تقيلة وبالمحلات بالبازارات نفسهم، فهي شغلة عن جد كتير حلوة. شوف هدول تبعات المباهر قديش حلوين. أغراض المطبخ لا يعلى عليها، فناجين الشاي. هاي الحمال كتير كتير حاببته هيك بهالطريقة. شوفوا هدول فناجين حسيتهم غريبات شوي وكبار، كتير غريبات. فناجين الشاي، فناجين القهوة، ألوان الباستيل كتير كتير حلوة. نفس محل المطبخ بس هون كل قطعة بخمسة، كله هدول السلات كلهم لهونيك، هدول اللوازم الأساسية الموجودة بالمطبخ. السلات كمان والبونيات والشغلات اللي كتير بحب أخذها من البازار، خاصة فولارات لأنه أسعارهم عن جد كتير رخيصة، كواليتي مقبولة. ما بقلكم إنه هالكواليتي الممتازة. شايفين سعر أي شال بخمس ليرات، هدول المحطوطين هون في شي حلو في شي ما حلو، تنقاي يعني أنت وحظك. بس بشكل عام حلوين يعني، بيطلع منهم كتير شغلات حلوة، خاصة اللي بيحط هدول الإشاربات المثلث يعني اللي بنسميهم أو المربع موديله موشال، كتير في رسمات حلوة. هدول محلات اللي بلفتوا لي نظري، شوفوا عن جد نفس البضاعة الموجودة عندنا بعنتاب. في ناس كانوا بمارسين إنه علا دلينا على محلكم عندكم بازار، إنه إذا له فرع تاني أو هيك، ف إنه هي بازار موجود قدامكم كل شيء فيه نفس البضاعة على التمام. شايفين هدول المذهبات نفسهم، هاي نفسهم. هذا الشو معدان كتير حلو بصراحة، كتير حلو بطلع على طاولة السفرة. بوتان السنة كدار شامدان أوتوز بيش 35، كتير رخيص أرخص من عنا بكتير. هدول كمان هاد كتير حلو، هدول كتير عم بحبهم على طاولة الكافي تيبل. إذا ضيفتي شاي أو ضيفتي شيء حط تحتهم كاسة مي، كتير حلو. بنانا كدار تاني الس كمان 35، سعرهم كتير معقول على فكرة. الورد الاصطناعي هون خاصة ورد التوليب، وهذا الورد الكشكش اللي ندور هون شو اسمه، كتير حلوة الورود الاصطناعية عندهم بناحية ألوانها والكواليتي تبعيتها. البيت وجماعة الرياضة تبعات الجيم وهالقصص كلها بتلاقوها هون بأسعار رخيصة، لأنه لا يقارن مع أسعار المحلات الرياضة اللي بالمولات، يعني ما رح أقول 10 أضعاف 100 ضعف، فهون يعتبر كتير أرخص. الشغلات كمان من الشغلات اللي بحب وقت اللي أنزل على البازار أخذ منها، في شغلات لقطة. الكواليتي طبعا عادية جدا، ما رح أقول سيئة بس عادية جدا، بس موديلات بتكون حلوة يعني هي تقليد. أوكي، واللبس القطن قد ما بتتخيلوا فيه، لبس البيت هاي الشغلة شمال هذا فستان للبيت قديش كتير عجبني. هدول اثنين الوان اثنيناتهم حلوة للبيت، شفاف من تحت بس له بطانة وهيك من فوق، عن جد حلو. الاكسسوار الروسي او البرازيلي، هن بيستعملوا البرازيلي اكثر ما بغير لونه. على فكرة اخذوا قطعتين من هون، ضل عندي سنة إلهم من هذيك السنة أخذتهم، عن جد لهلأ ما راح لونهم، يعني شيء بسيط تغير لونهم بس ما إنه هيك راح اللون 100%. شايفين هاي وحدة، هذول منه وحلو مبينين مثل الذهب. هذول كتير حلو إنجا، قلت لي هذول حلوين كفاء لازمين جدا. هدول كطقم شايفين عن جد كثير بيشبهوا الذهب، ما حسيتهم بيفرقوا ابدا عن الذهب، يعني باينين ما باينين تقليد ابدا. هدول لوحات كثير حلوه. كاتش في هدول تقليد كلياتهم يعتبروا، بس
اكيد ما بنصح فيهم ابدا، ما بتجرأ اخذ كل شيء. شوف هدول الماركات العالميه كلها، شوف هاي الوانها حلوه بس ما بعرف اذا بمشي حالها يعني بتشتغل على العين ولا لا. حتى هدول بيوريكي شايفه واتشن بالنسبة للميك اب عن جد بنصحكم ما تاخذوا الا اصلي. ما بعرف يعني انا في ناس شلون بيستحسنوا ياخذوا شيء مو اصلي ويحطوه على بشرتهم، كثير بيأذي البشرة يا جماعة، لأنه هاي التركيبات الموجودة هو أصلا المكياج الأصلي بيأذي، فكيف التقليد؟ فانتبهوا من هالشغلة. هلا جينا على الصحون الملونة، ألوان تاخذ العقل، كثير حلوين خاصة هدول. ياسين قديش دورنا على مايوهات شرعية، هلا نزلت على البازارات، في المايوهات العادية طبعا الشرعية بالعادة كثير دخلنا محلات عندهم مايوهات عادية بس للأسف ما عندهم مايوهات شرعية، فهلا استغربت شايفين. هلا اوكي الكواليتي ما حبيتها والموديلات ما حبيتها بس انه موجود يعني. على قسم البنطلونات، على فكرة أنا كثير باخذ بنطلونات جينز من هون، كثير بحبهم. ليش؟ لأنه بيمطوا كثير ومريحات ورقاق وألوانهم حلوة. شوفوا هذا اللون قديش حلو وقديش سعره 25 هيك شيء يعني، ما بتخيلوا قديش رخيص. 35 صاير. شوفوا هذا كثير كثير حلو لونه، لون الجينز يعني. شوفيني بس هذا حلو لونه، لانه كثير رقيق كثير حلو لونه. حلو؟ اي حلو. اكيد بين الغام وبين الكاشف. هذا سميك، سميك هلا مو سميك رقيق كثير حلو. بازار كثير عتم يعني، عم بصور ما بعرف اذا بيكون واضح ولا لا. المهم اخذت هذا البنطلون الجينز، كثير نوعيته رقيقه وحلوه. واخذت الزهري كمان حبيت لونه كثير، ومقاسهم مقاسهم كثير مضبوط يعني. واخذت هذا اللون الجينز الثاني، بس ارجع البيت رح افتح وافرجيكم اياهم هلا، صعب كثير بس هدول المهم اخذتهم. في كثير الوان على فكره، في الاخضر والاحمر وموديلاتهم حلوه يعني مقبوله كثير. تانسه كدر؟ تانسه؟ بروت بيش تانس بروت. هون ب 30 وهون ب 35. قسم كمان كثير مميز وحلو لانه هو سجاد صيفي، شايفين هيك مثل اليانات نحن بنسميهم او هيك شيء. الوانهم حلوه وسعرهم رخيص بصراحه. هدول الكبار 100 ليره، في كثير الوان وموديلات. ياي هي حلوه، هي احلى شيء للبرنده حسيتها. في هدول الاصغر 50 كمان كثير حلوين. شوفوا هذا اللون، في هاي للكوريدور حسيتها الوان كاشفة، في 35 اصغر شوي. وهدول هاي كمان حلوة الوانها ذهبي، في الازرق كل الالوان.
المزار وخلصت الجولة. شغلات كان فيه شغلات مميزة وحلوة كتير، حسيته بيشبه بازال عنا بعنتاب بس أرخص. شفته حسيته أرخص بكتير من عنتاب. هاي هي الجولة، بتمنى تكون استمتعتوا فيها وحبيتوها. ما قدرت أصوركم كل شيء، صورت لكم بس الشغلات المميزة موجودة بالبازار، وما شاء الله كبير كتير، تعبت كتير ما خجفت له كله. فانتظرون بفيديو جديد. بكرة رح ينزل فيديو عيد ميلاد بنت أخي، حفلة عيد ميلاده وتحضيراتها، تحضيرات كل هالشغلات، ورح تعرفوا على بنات أخي وأخي أكثر يعني كلياتنا. خليكم بالانتظار، ولا تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وإذا أول مرة بتزوروا القناة لا تنسوا تشتركوا بالقناة. نشوفكم على خير بفيديو جديد. باي تبوسة. شيخ المحشي لانه الكوسه كتير كبير وما قطعته وقلته وخلطت معه اللحمه اطيب بكتير من هو شيخ المحشي يعني، بس مفرقه كباب صينيه والرز مع اللحمه والدهنه.